السلام عليكم. سوف نلتقي مع رئيس المجلس المحلي الأستاذ صاحب الياسري. سوف نتكلم عن بعض المشاريع التي أنجزت في 2019. من هذه المشاريع التي أنجزت هو فتح مكتب الجوازات. ما هي إجراءاتكم نحو مكتب الجوازات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نرحب بكم قناة الرياحين في المجلس المحلي لقضاء المشخاب. هذه القناة الأولى في المشخاب لتغطية الأحداث. شكر لجميع القنوات التواصل الاجتماعي في تغطية الأحداث. في البداية نعزيكم ونعزي أنفسنا والعالم الإسلامي ومراجع الدين العظام بذكرى استشهاد الإمام زين العابدين. الحقيقة هناك مشاريع متعددة لعام 2019-2020. من أهم هذه المشاريع هي مشروع السائل الثاني لقضاء المشخاب ومشخاب مناذرة. هو مشروع الموازنة اللي يخص تأهيل وتأهيل مناطق متعددة في قضاء المشخاب، من ضمنها حي الشهيد الصدر وحي الكرامة والأحياء الأربعة المتمثلة بحي بغداد والعصري والقدس والسراي، مع بعض المشاريع الأخرى الخدمية في مثل تبليط بعض المناطق الريفية في قضاء المشخاب. هناك مشاريع تخص الماء، هناك مشاريع تخص الكهرباء، موازنة أشبه بأن تكون كاملة. أما ما يخص مكتب جوازات المشخاب، هناك جهد حثيث ومستمر من قبل المجلس المحلي الذي كان بدوره في تسليم قاعة المجلس المحلي إلى مكتب الجوازات، مع مخاطبة مجلس المحافظة لغرض تخصيص مبالغ لغرض إكمال القاعة ودعمها لوجستيا. كان لنا لقاء قبل يومين مع السيد مدير الجوازات العميد حاتم الكناني، جهد مشكور له مع الكادر الهندسي. زارنا وفد فني من وزارة الداخلية ومديرية الجوازات والسفر لغرض الاطلاع على القاعة وملاءمتها. مجلس محافظة خصص مبلغ 98 مليون لإكمال بعض الجوانب اللوجستية لفتح مكتب الجوازات إن شاء الله في القريب العاجل، وبجهود متضافرة من المجلس ومجلس محافظة والمحافظ إن شاء الله سير النور فتح مكتب جوازات النجف الأشرف. أما بخصوص السائل الثاني فهو مشروع المشخاب الأول، خصص له مبلغ بالموازنة الاتحادية لعام 2019، المبلغ بحدود 22 مليون. هناك إجراءات ومتابعات مستمرة. آخر المستجدات أنه شكلت لجنة برئاسة السيد نائب المحافظ الأول الأستاذ هاشم القرعاوي، تعمل وبشكل حثيث لغرض جرد التجاوزات لغرض تعويضها واستملاك الأراضي. المشروع إن شاء الله سيرى النور وسيرى الإعلان قريبا جدا. ماذا رأيك في حملة تشجير المشخاب الذي قادها الشاب أحمد وبعض الشباب الذي ظهرت في هذه الفترة؟ الحقيقة حملة التشجير هي حملة واعية ترى النور إن شاء الله في رأت النور في مدينة المشخاب، وبجهد شبابي واضح وتكاتف الجميع. الحقيقة هي حملة من أجل إظهار البيئة بشكل جيد. شكر جزيل للأستاذ أحمد على هذا الجهد المتواصل لأكثر من 5 أشهر. الحملة الآن لاقت استحسان وبدأت تتوسع وتأخذ منحى على مستوى البلد. هناك حملات مشابهة انطلقت بعد حملة المشخاب في معظم محافظات العراق، وستكون إن شاء الله حملة كل حملة جيدة في تطوير الواقع الصحي والبيئي في مدينة المشخاب. دعوة من قبلنا لكل أهالي المشخاب ولكل منظمات المجتمع المدني في إسناد الحملة والحفاظ على ما تم زرعه. ليس المهم فقط أن نزرع، ولكن المهم أن نحافظ على هذا الزرع وأن نديمه بالجهد والتواصل المستمر إن شاء الله. شارع راق الحصوة هل يوجد له عمل أم لا؟ شارع راق الحصوة من ضمن موازنة 2019 مع شارع قرية الزرفات، مع شارع الدبينية، مع شوارع متعددة في راق الحصوة في الدبينية وفي مناطق متفرقة، حيث خص مبلغ 3 مليارات لهذه الطرق. ما هي أهم المشاريع التي سوف تنجز في 2019 إلى 2020؟ عندنا مشاريع تأهيل أحياء حي الشهيد الصدر، وتأهيل أحياء حي الكرامة، وتأهيل أحياء الأربعة اللي هنا بغداد والعصر والقدس والسراي، مع خط ناقل لمنطقة الهور والعزامية، مع تأهيل المجمع القديم، مع مشاريع في الكهرباء مثل القدس، تأهيل شوارع القدس ومناطق متفرقة في المشخاب. هناك كل القطاعات بما يخص الطرق والجسور، هناك لدينا تأهيل 3 جسور مهمة وهي جسر نقارة وجسر الدبيانية وجسر الهور، مع مشاريع عديدة إن شاء الله. مع هذا هناك 3 مدارس من ضمن الحملة الوطنية لبناء المدارس، هي مدرسة الدبيانية ومدرسة تاج الدين ومدرسة العدنانية 18 صف، وحيلت مدرستان والثالثة يعيد إعلانها. إضافة إلى هذا هناك مدرسة رابعة على القرض الصيني إن شاء الله سيتم المباشرة والإعلان عنها قريبا. الشارع الذي أطلق شارع الموت متى يتم العمل فيه؟
وهل خصصت له موازنة؟ نعم، أنا قلت أنه شارع المشروع المشخاب الأول هو مشروع المشخاب مناذرة، خصت له موازنة من ضمن الموازنة الاتحادية 20 مليار، شكلت لجنة برئاسة السيد نائب المحافظ الأستاذ هاشم القرعاوي تعمل وبشكل حثيث لغرض إكمال متطلبات الشارع من التجاوزات والاستملاكات الأراضي. إن شاء الله قريبا سيرى النور شارع مشخاب مناذرة، لأنه مشروع إنقاذ أرواح مواطنين المشخاب. نرحب بأهلنا في منطقة راقي الحصوة، مطالبين بالخدمات إلى منطقة راقي الحصوة. أنا كعضو مجلس في هذه المنطقة أحس أنه هذه المنطقة مظلومة، انصابت بمظلومية، وإن شاء الله كل أعضاء المجلس مهتمين بتطوير هذه المنطقة وجادين بالعمل إلى تحويلها إلى ناحية حتى تأخذ كل الخدمات اللي تستحقها الناحية إن شاء الله. الطلب بدأ مني كعضو مجلس ممثل المنطقة، قدمتها إلى المجلس، المجلس وافق بالأغلبية بالإجماع، وافق على الطلب بتحويل هذه المنطقة إلى ناحية، إضافة إلى قدمت طلب ثاني بتسمية إلى هذه المنطقة، تم التداول أثناء الجلسة، وافقوا باسم ثورة العشرين، ناحية ثورة العشرين. اليوم أكو ردود أفعال قاعد لاحظها بالفيس على أنه ثورة العشرين ثقيلة، اسم ثقيل، نتمنى أن تحولوها إلى اسم ثاني. وأكثر الطلبات يقولون إحنا على ثورة العشرين، أكو أكثر الطلبات يقولون نريدها اسم الذهب، اسم هم جيد وممتاز. إن شاء الله ما نختلف وياكم بالاسم، وكل أعضاء المجلس مهتمين بهذا الموضوع. المطلب اللي جايين بأهالي راقي الحصوة هو مطلب واقعي، وإلهم الحق بيردون مجاري ثقيلة إلى منطقة راقي الحصوة. إن شاء الله كل المجلس قبل لا يحضرون أهالي راقي الحصوة، هم أعضاء المجلس مطالبين أن يكون المجاري الثقيلة في منطقة راقي الحصوة. العملية مو سهلة، راح تكون المجاري تحتاج إلى موازنة كبيرة، أنبوب كبير يعبر النهر يربط المجاري، مجاري المشخاب وياها، حتى تكون المصب مالتها نفس المصب مال مجاري قضاء المشخاب. احنا متواصلين وياكم. حقيقة أنا سمعت السؤال، النشاطات اللي قدمتوها لمنطقة راقي الحصوة كثير من النشاطات التي لا تحصى، منها مشاريع تبليط، منها مدارس، منها مراكز صحية. احنا دائما مع راقي الحصوة في كل يوم. أنا كممثل منطقة راقي الحصوة أعوذ بالله من كلمة، أنا في كل جلسة لابد وأن أطرح مشروع إلى هذه المنطقة التي أسميها بالمنطقة المظلومة. الحقوقي رسول إبراهيمي، عضو مجلس قضاء المشخاب، ممثل منطقة راقي الحصوة.